عاوز أكلمكم عن ريح أخوك، لأنه من مشاكلنا في الخدمة أو في الكرازة بالذات أن احنا ساعات بنخدم بس بنبقى تاسك أورينتد، عاوزين موضوع يخلص، عاوزين خدمة تمشي، لكن فكرة أن اللي معايا يرتاح مش أولوية عندي. حسيت الموضوع ده مناسب ليكم أكتر حتى من بتوع العشوائيات، عشان أنتوا بتقعدوا مع بعض فترات في الميشنز أو الريزيدنس، الاحتكاك بيبقى أعلى كتير من ساعتين ثلاثة في الأسبوع زي أي خدمة. لا، إحنا خدماتنا بتفرض علينا التواجد بالساعات وبالأيام وساعات بالشهور، وهنا أكيد في اختلاف في الطبع، اختلاف في الخلفية، اختلاف في الثقافة، بيخلي الناس مش سهلة تنسجم مع بعض. عاوز أراجع معاكم شوية مبادئ كده، مش هزود عن ربع ساعة، بس لو حطناه في دماغنا هنرتاح في الخدمة وطول حياتنا. أول آية ابتدي بيها، الآية الجميلة اللي قالها القديس بولس لما قال: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. يعني كأني بقول لك بدل ما تقولها ريح أخوك، ربنا بيوشوشك ويقول لك ريح قلبي. يعني إيه؟ أخوك زعلان، ريح قلبي وصالحه، ريح قلبي واعتذر، ريح قلبي وعاتبه، ريح قلبي واشتريه بأي تمن، أرح أحشائي. بولس كان في السجن، أنسيموس كان طالع من السجن. أنسيموس ده اتولد جوه السجن، اتولد روحيا، اتعمد في السجن. أنسيموس ده كان حرام ومتعب وعبد بطال وسرق في ليمون سيده، بس في ليمون كمان ابن بولس في النعمة، فقال له أنسيموس هترجع لفليمون. طبعا أنسيموس خايف لأن فليمون ممكن يقطع رقبته، قال له هترجع له وهتقول له سوري إني سرقتك، وأنا هبعت معاك جواب لفليمون ومالكش دعوة باللي هيحصل، أنا متأكد فليمون هيحبك. طبعا أنسيموس كان مرعوب لأنها مغامرة في الزمن ده إن عبد يرجع لسيده بعد ما سرقه، سيده يعمل أي حاجة، محدش حكمه. فليمون كان روماني، كان شخصية. إنما الرسالة الجميلة بتاعت رسالة فيليمون دي توريكوا عظمة وقدرة أبونا بولس الأب إنه يصالح اتنين ببعض، واتنين شرق وغرب، سيد وعبد، وواحد سارق أخوه. ده الموضوع بقى مش غلط بسيط، لا ده غلط فظيع، لكن ظبطهم هما الاتنين. بس بيترجى فيليمون يقول له ريح قلبي، اقبله وريحني، أرح أحشائي في الرب. ربنا بيقول لنا كده، ريح قلبي وصالحه، ريح قلبي وريحه. ايوه هو مختلف وطبعه صعب ومش عارف حاجات كتيره غريبه عنك، بس يا حبيبي ابني برضو، ابني زي ما انت ابني، ولازم تحبوا بعض في الاخر. تعالوا نشوف هنريح بعض ازاي. اول مبدا اقوله لك، اسمعوا من فضلك. مجرد تسمع اللي معاك يا جماعه ده شيء مريح. في ناس ما لقيتش اللي يسمعها، في واحد حاسس انه مظلوم، جواه كلام ما طلعش، الناس ظلمته، الناس جنبته، الناس خدت منه موقف، هو عاوز يقول انا عاوز اقول حاجه. مجرد تسمعه على فكره بتريحه شوي. انا مش بقول لك تسمع كلامه، انا بقول لك تسمعه، يعني مش لازم تاخد على كلامه بس اسمعه. يجوز هو حساس بزياده فالموضوع كبر جواه، يجوز في ميس اندرستاندينج، يجوز في ناس تانية قالوا له حاجة قلبت الدنيا وبوظتها. طب ما تسمع، ساعده يتكلم واسكت شوية. احيانا في المواقف والمشاكل بنبقى عندنا كلام كتير نقوله بس ما عندناش استعداد نسمع الطرف التاني كفاية. ما تفترضش انك فاهمه، انا بغلط الغلطة كتير، انا بعترف قصادكم عشان الوقت، ان انا بقول لنفسي اسمع شوي، لاني ساعات افترض اللي قدامي بحكم معرفتي بيه انه غلطان في كذا او مقصر في كذا، لكن عمري ما ندمت اني سمعت اللي قصادي، لانه في الاخر الصوره بتتضح اكتر ما انا كنت شايف. ممكن تساله سؤال مباشر، اريحك ازاي؟ انا اكتشفت ان السؤال ده بيحل علاقات بين راجل ومراته، بين زميل وزميله، بين خدام وبعض، انك تسال سؤال مباشر. ممكن تقول لي الطريقه اللي تريحك، فول ستوب،
فواحد يقول لك بليز خليك صريح جدا، تتضايق تقول متضايق، مبسوط تقول مبسوط. واحد تاني يقول لك بليز ما تقوليش في وش، قولها لي مغلفة مش شيكة اوكي. واحد تالت يقول لك من فضلك تلاقيني متضايق تبعد عني، حاضر. واحد يقول لك لما تلاقيني متضايق طبطب علي يا اخي، يعني اسألني، طيب اسألني متضايق ليه، اوكي اريحك ازاي، مفيش مشاكل. لان كل واحد ممكن يبقى مفتاحه غير التاني. فانت لما بتسمعه ممكن تسأل مع الاستماع، طيب اعمل ايه عشان اريحك، انا عاوز اريحك بجد، مش اريحك ارتاح منك، لا اريحك لاني بحبك، مش عارف اريحك لاني انا في عيوب وانت فيك عيوب ومش راكبة على بعض. تاني نقطة في ريح اخوك، اديله فرصة تاني. احيانا بنبقى عندنا فكرة الشغل، موظف ممشيش كويس نرفده، وتجملا بلاش نرفده نديله انذار. في الخدمة لا، في الحياة الروحية لا، منفعش، لان ربنا مش بيدي فرص، بيدي فرصة واثنين وعشرة ومية والف لغاية ما انت النفس يطلع. فما ينفعش انك تمنع الفرصة عن اللي قصادك، ما ينفعش، اديله فرصة تاني يثبت نفسه. برنابا كان راجل عظيم، ادى مرقص فرصة تاني وتالت لغاية ما ماري مرقص جه مصر وانقذنا. لو كان بولس مش هيدي فرصة كان مرقص راح فيها. فأرجوك عشان تريح أخوك اديله فرصة تاني. ده كان محتوى رسالة فيليمون. بولس بيقول لفيليمون من فضلك ادي أنسيموس فرصة تاني. كان طلب صعب، ليه؟ سرقني، غشني، طعني في ظهري. قال له من فضلك اديله فرصة تاني. فيليمون قال له حاضر. وفليمون بقى قديس، بقى أسقف، وأنسيموس بقى قديس وأسقف بعد سنين. لكن كان الطلب الحكيم من بولس اديله فرصة تاني. من فضلك توقع ان في تغيير ممكن يحصل، بلاش تيأس من شخص، بلاش تشطب على شخص، بلاش تفترض ان اللي قدامك مش هيتغير، بلاش تديله ليبل كده، اصل ده اناني، اصل ده فردي، اصل ده متكبر، اصل ده مادي، اصل ده ما بيصليش، اصل ده تهريجه مش عارف ايه، بلاش كده. ربنا ما بيعملش معانا كده، ما بيحكمش علينا بألقاب، ما بيقولش السامرية منحلة، لا، يقول السامرية بنتي بحبها، انسانة ضعيفة، فول ستوب، وزكى ابني، وبطرس اللي انكر حبيبي. ما بيسموش بطرس الناكر، لا، ما فيش ألقاب في الموضوع. افتكر دايما انك عمال تاخد فرص، انت لسه عايش وعمال تاخد فرص، ليه بتحرم غيرك من الفرصة؟ ليه بتقول فلان ما عادش ينفع؟ لا ينفع، طول ما هو عايش ينفع. يجوز ما ينفعش في نفس الخدمة دي، ينفع في خدمة تانية. يجوز ما ينفعش يبقى في الحتة دي بالذات، اوكي، بس هينفع برضو. اذا عاوز تريح اخوك ارجوك اسمعه كويس. اتنين، اديله فرصة تانية. سبعة في multiply by 70، فاكرين الحتة دي؟ سبعة في 70. مرة حكيت لكم الحكاية اللي حكاها لي ابونا انطونيوس امين، حكاية كانت جميلة قوي. وانا انطونيوس امين ابتدى خدمة في الاربعينات، حكى لنا الحكاية دي، كان لسه ما ترسمش وهو طول عمره جسمه صغير، وكان فندي، يسموهم مفندية في الاربعينات، يعني حاجة نادرة ان يكون فندي بيخدم في القرية يعني. فبيقول ركبت قطر من بتاع العمال ده، وكان رايح بلد في الصعيد، كانوا بيلفوا من اسكندرية لأسوان، كانوا مكرسين على فكرة، ساب الهندسة، خلص هندسة، وكانوا بيقولوا عليه مجنون لانه مهندس وايه الخادم، يعني خادم ده ايه، فمش انتوا بس المجانين، يعني في مجانين قبلنا كتير. المهم هو واقف في القطر، جه فلاح رزع القفة جت على رجل ابو ننطنس، وهو لسه سامي، الباشمهندس سامي، فهو صعد غاز منه، فقال له هتاخد بالك يا عم؟ قال له لا مؤاخذة يا فندي. وبعدين بص له كده قال له مش انت فندي؟ هي 77 بكام؟ سأل السؤال ده. هو بيحسب في دماغه حسبة، بس طلعت الحسبة 77. فابونا على طول قال انا لقيت المسيح بيقول لي، مش انا فكرتك لما اخوك يغلط فيك ما تعدش؟ مش السؤال 77 اتسأل قبل كده؟ كم مرة اغفر لاخي؟ 7 مرات؟ قال له لا، اقول لك 7 في 70.
فابتسم في وشه وحسبها له، لكن كان فرحان قوي ان ربنا رد عليه في اللحظة انه 77 بكام يا فندي. ثالث حاجة عشان تريح اخوك، من فضلك احترم حدوده، شخصيته، خصوصيته. احيانا يا احبائي بنفتكر ان عشان بنعيش مع بعض او بنخدم مع بعض الموضوع بيبقى ايه، نخترق حدود بعض. لا لا لا، ممنوع. عاوز تريح اللي قصادك، ارجوك احترم حدوده. ما ينفعش تسأل سؤال ممكن يكون احتمال ما يحبش يجاوب عليه، ما تسألش سؤال. ما ينفعش تقرب زيادة من شخص ما بيحبش قوي التقارب الزيادة، ما ينفعش. ما ينفعش تلح في طلب يجوز هو مش بيحب الطلب ده، بالذات في الأكل والشرب. يعني لازم تاكل ده، تعدمني تعدمني ماله هو، ما تروح انت في اي ايه اللي تعدمني، ده ما بيحبوش. طيب ليه لازم ياكل يعني، كمنك انت طبختي، ما بيحبش النوع ده. فهنا احترم حدوده وشخصيته وخصوصيته. ما تجبروش على الكلام، لو متضايق ممكن في شخص ما يحبش يتكلم، خلاص اوكي، حاول مره كده بادب، لكن ما تزقش. ممكن ما تسألش سؤال يجرح لو سمحت، او سؤال يضطر يجاوبه ويندم ان جاوب. في ناس مهذبه زياده فتضطر تجاوب، بس يبقى بقيه اليوم متغاظ ويشيل منك لانه اضطر يجاوب، بس هو ما كانش عاوز يجاوب ومش عاوز يكذب، انت زنقته لانه هو ما بيكذبش، فلا عاوز يجاوب ولا عاوز يكذب. طب انت ليه زنقته الزنقه دي؟ انت كده مش بتريحه، انت متعب. احترم الحدود معناه ما تتدخلش فيما لا يعنيك. خلاص لو الموضوع ما يخصكش ما تزقش لو سمحت، ما تدخلش غصبا عن حد. رابع مبدأ، شجع واسند. اول مبدأ كان ايه؟ ها فاكرين؟ اسمع كويس. تاني مبدأ قلنا ادي فرصة، تاني ما تعدش. تالت مبدأ احترم الحدود والخصوصية والبرايفسي. رابع مبدأ شجع واسند. كلنا بدون استثناء محتاجين الكلمتين دول، محتاجين التشجيع. ما حدش فينا كبير على التشجيع. ليه لما بنشتغل مع بعض ما بنشوفش غير تقصيرات بعض؟ ليه ما بتشكرش في اللي معاك على الجزء اللي عمله قبل ما تطلب منه الجزء اللي لسه ما عملوش؟ احنا كلنا بيفرق معانا الكلمة الحلوة، طب ما تشجع اكتر من كده. ريح اللي معاك انك تبقى دايما مشجع ودايما بتسند. قدر كل حاجة صغيرة. اللي عمل لك كوباية الشاي كان ممكن ما يعملهاش، يستاهل التقدير. اللي بعت رسالة كان ممكن ما يبعتهاش، يستاهل التقدير على الرسالة. اللي رفع السماعة وسأل كتر خيره، يستاهل التقدير لأنه كان ممكن ما يرفعش السماعة. محدش مجبر. إذا من فضلك شجع وقدر كل حاجة فيها حب أو عطاء. كمان قل للي قصادك إنك محتاجه. ما أجمل الكلمة دي في جو الخدمة عموما، ما أجملها ما أجملها صدقوني. لما بولس اعترف لما كبر بقى روحيا قال هات مرقص لأني أنا محتاجه. يا سلام، أنا مش متخيل مرقص لما سمع في مصر إن بولس العظيم اللي كان واخده مخالفة زمان واللي طول عمره متعقد إنه ما كانش شكله حلو قدام بولس، لما جات له الرسالة على فكرة بولس بيقول إنه محتاجك. دي أكيد داود جواه جرح فظيع قديم، جرح من نفسه، وما كانش شايل من بولس، هو عارف إنه غلطان، هو حاسس إنه معاه حق إنه يركني، بس جالي يوم اللي يقول أنا محتاجه، ياه يعني أنا ننفع. هو كان نافع جدا في مصر في الوقت ده، وعلى فكرة يعتقد إنه راح للسجن قبل ما بولس يروح السما عشان الكلمة دي. ادي مسؤولية واضحة للي قصادك كنوع من التشجيع والتقدير، لأنه مش لازم. في ناس مش غاوية الكلام الحلو، بس غاوية تحس إنك أنت مقتنع إنه ممكن يعملوا حاجة كويسة. الثقة في الآخر نوع من التشجيع. فادي مسؤولية حقيقية مش وهمية عشان تقول للي قدامك I really need you أو you are precious. ده كل ده بيريح مهما كانت عيوبه. لا، انت هتريحه لأنك عرفت تشجعه. خمسة، شارك عشان تريح اللي قصادك أو اللي معاك.
من فضلك اتعلم تشارك شوي. في بعض الخدام قافلين على نفسهم زيادة قوي فمنفصلين عن الباقيين. بص، هو من حقك تكتم بعض أسرارك، بس انت عشان تريح اللي معاك في level of sharing، في kind of sharing لازم يكون موجود، لان ده بيريح اللي قصاد. ممكن اللي قصادك يشك في نفسه لانك قافل قوي، كاتم قوي، فيفتكر ان العيب فيه. اذا في مساحة من المشاركة مهما كانت شخصيتك لازم تتواجد في الخدمة. شارك التفكير، يجوز انت فاهم وعارف هتعمل ايه، فيها ايه لما تفتح اللي في قلبك وتقول انا بفكر في كذا وكذا. يجوز تطلع بنفس اللي في دماغك، ويجوز ينضاف عليك فكرة جديدة. شارك بعملك وتعبك، لما تلاقي حد شايل حتة روح شيل معاه. طيب حتى لو هو قادر يشيلها، ايه المانع انك تمد ايدك يعني، تعرض على الاقل. شارك ما يخصك بحكمة، دي مش عكس نقطة الحدود، لا لا، انت اللي بتشارك شيء يخصك بالحدود اللي انت عاوزها. انا في الاول قلت لك ما تخترقش حدود الاخر، لكن افتح انت حتة من حياتك للاخر يحس بالامان، يحس انك انت اخ، صديق، زميل، مفيش قلق. ليه؟ لانك بتشاركه جزء من حاجتك، الجزء ده انت اللي هتحدده، مش هيتفرض عليك، لكن ده تأكد انه بيريح اللي قصادك. الناس زي ما عاوزة حد يسمعها، عاوزة كمان تطمن ان اللي بيسمعها مش كتوم قوي، لان ده مش هيريحهم، هو كمان ممكن يتكلم ويتكلم ببساطة. شارك الفشل والنجاح، في لحظة الفشل الناس محتاجة قوي المشاركة، في لحظة النجاح والفرح الناس محتاجة قوي المشاركة، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. شارك الصلاة، لما تصلي مع حد او تصلي عشان حد تتواجد في الجو اللي فيه شخص، انت بتريحه، التواجد لنفسه في حد ذاته مريح. اخر حاجة نقولها عشان نلتزم بالوقت، شيل التهمة من دماغك. يعني ايه؟ بليز، لو في امج واضحة مستقرة في ذهنك لازم تتشال. لو انت الشخص متصنف في دماغك تصنيف معين، ارجوك كفاية. لما كنت بدرس سايكولوجي زمان وسايكايتري بتاع، انا لقيت نفسي هتزحلق في حتة وحشة قوي، ان انا هتعامل مع الناس بمسميات طبية. ده ايه؟ ده الشخص الانكزايتي، ده الفوبيا، ده الدبريشن، ده السايكوتيك، ده ينهار اسود، دول ما بقوش بني ادمين. انا اللي ما بقيتش بني ادم في المرحلة دي، فقلت لا لا مش هقرا تاني، انا بحبهم، دول حبايبي، انا مش عاوز اعرف، مش عاوز اشخص، انا عاوز ده زعلان، مش عاوز اقول عليه ديبريست، عاوز اقول زعلان، ما انا بزعل، مش عاوز احط له تشخيص، لحسن ايه اكون دخلته في قالب غلط، لحسن يمكن ما يطلعش منه من في دماغي، يكون طلع منه من بدري بس مش راضي يطلع من هنا. واضحه؟ فانا ساعات اعتبر ان فلان جاهل، هو يفضل طول عمره جاهل، ما يمكن تصلح. فلان بخيل، ما يمكن بطل، نادرا ما بيبطله، بس يعني احتمال يكون بطل. اذا ارجوك شيل التهمة اللي في دماغك. Don't label persons in your mind، ما تبعدش عنه عشان تريح نفسك. بليز، بلاش مبدأ اللي يتعبك ابعد عنه، لا لا، اللي يتعبك حبه اكتر، بس حبه بالطريقة اللي تريحه. شوف بقى، يحتاج تشجيع، يحتاج استماع، يحتاج مساندة، يحتاج احترام، يحتاج شيرينج، whatever. ريحه بطريقته مش بطريقتك، ريحه بطريقته هو. ما تتعجلش الحكم على التصرفات، يا ما اخطأت واخطأت معايا في ان احنا نستعجل ونحكم على شخص، اما من تصرف او من كلام الناس. ويت، الايام هتقول كتير، ليس مكتوم الا ويظهر، هتعرف بالظبط حدود المشكلة ايه. يجوز يطلع جزء من تشخيصك صح، او من تفسيرك او تحليلك، لكن ده مش هيخليك تغير موقفك من محبة الناس. افتكر دايما اخطائك قبل اخطاء اي حد. عاوز تريح الناس، خلي خطيتك اوضح في عينيك من خطايا الناس، هتبقى شخص مريح. لكن طول ما انت خطيتك ورا ظهرك انت شخص متعب، لانك داخل
تستغلط الناس كلها. لو خطيتك واضحة قصاد عينك صدقني هتبقى مريح للكل، هتعرف تعذر بسهولة، هتعرف تسامح بسهولة، هتعرف تشجع بسهولة، تستر، تكبر، هتعرف تعمل كده، لأنك عارف أنك أكتر واحد ممكن تكون متعب أكتر من الناس دي كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.